أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. اسم الصربة ديالنا إغريس من أيت وفزاويت لتواريضة. شاركنا في عديد من المسابقات والمباريات، ومن بينها المسابقة الإقليمية دائما تنشاركوا فيها، وحتلنا في الإقليمية الأولى المرتبة الأولى، ومرينا الدور الثاني اللي هو بني ملال، واستطعنا حتى هو احتلينا في المرتبة الثانية، والحمد لله هزنا الاخر للدور الثالث اللي هو دار السلام اللي معروف مباراة وطنية، واحتلينا فيها بطل المغرب 2016. ودابا بفضل هذا المجهودات اللي درنا حتى قدرنا نجيو لهنا، وحنا كضيف شرف هنا ما داخلينش هذا جائزة محمد السادس، ولكن كضيف شرف والحمد لله ثابتين بالحضور ديالنا، وان شاء الله علاش لا الامارات وشي دول اخرين ان شاء الله، ونتمنى هادشي يزيد لقدام. والتبريضه ولات شيء عادي عندنا في المنطقه، والحمد لله ولا الشباب كله ولا كامل كله تيتفرغ لهذا الهوايه هادي، ونتمنى ان شاء الله تزيد هذه الهوايه لقدام، وتكون من الأجداد الأحفاد إن شاء الله. احنا جمعية فارس دكالة، أنا الكاتب العام للجمعية، كنمثلوا إقليم جديدة في جهة دار بيضاء سطات. كنتشاركوا هنا، كنا خدينا المرتبة الأولى في إقليم جديدة في الإقصائية ديال جائزة الحسن الثاني. الأجواء العموم زوينة، كاين النظام، السيكوريتي، مهلين في الركابة ايتو، لورغانيزاسيون مزيانه. المنافسه على العموم كاين نيفو كبير تبارك الله، كاع الفراقي عندها نيفو زوين، لحقاش واخدين كاع الفراقي اللي كتمثل الجهات احسن الفرق. على العموم حنا جمعيه فارس دكاله اللي كيمثلنا العلام ديالنا منير السرحاني، كنا تكلاسينا نهار الاول مرتبه 12 ابخي المرتبه 9، المرتبة السبعة نهار الثالث، واليوم الحمد لله المرتبة الخامسة. وكنتمناو ان شاء الله من هنا للاخر ديال المسابقة نتكلاصو في لي تخوا بخوميييغ بلاص ان شاء الله. زرتونا في هذا المقام اليوم، جزاكم الله بخير. المهم هذه الجمعيه جمعيه ضامير سعد، مقدم ديالها المنياني الفلالي، شاركت في تيزنيت طلعت البروميير في بني ملال 6، في الرباط 80، ودازت الامور دازت احسن من ميران، دازت الامور مزيان، ودابا شاركنا في الكاس ديال محمد السادس. المهم الامور النهار الاول عطاو السيزيام، عاود الثاني عطاونا الكاتريام، ودابا النقاط النهائي غدا ان شاء الله باذن الله، ونتمناو الخير للجميع. وبالنسبه جهه سوس ماسه العملات ان زكان عميل، كنشكروا الجهه تا هما جزاهم الله بخير. المهم الامور غادي احسن ما يرام، غدا الامور مزيان، كنشكروا حتى السلطه هنا الامور غدا مزيان، النظام زوين، اللهم لك الحمد. حنا دابا مفرجين، جابش الله هو هذاك ما جابش الله هو هذاك، والامور بغينا الخير للجميع ماشي على روسنا حنايا.